الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وقالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين الايه الكريمه تحكي جانبا من جوانب وصول نبي الله موسى عليه السلام الى مدين والأحداث التي سبقت لقاءه بنبي الله شعيب عليه السلام. حيث جاءت إحدى ابنتيه لتقول لأبيها عن موسى عليه السلام: استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال لها أبوها: وكيف وكيف عرفت قوته؟ قالت له لقد حرك غطاء البئر وكان لا يقوى على تحريكها الا عصبة من الرجال مجموعة وقد حركها لوحده وهذا دليل قوته البدنية قال والامانة قالت الامانة عرفتها منه لما جاءت ريح فلسق الثوب على جسدي فقال لي موسى ارجعي خلفي ودليني على الطريق فانا من قوم لا ينظرون في اعجاز النساء هنا تبرز التربيه الايمانيه وصوره لذلك الشاب القوي المفتول العضلات ولكنه يخاف الله قوته وشبابه لا يدعوانه الى الوقوع في المعصيه والانحراف مع اللذات المحرمه والشهوات الخاطئه ما احوج شبابنا في هذه الايام وفي كل الايام الى ان يعيشوا هذا السمو الروحي وهذا التعالي الممدوح على الرغبات الهابطه وكم يسوء الانسان حينما يجد ان هذه القيم مفقوده في بعض قطاعات الشباب وإن شاء الله هي حالات قليلة ونادرة ليس هدفنا في هذه المحاضرة التأكيد على الجانب الأول الثاني وإنما نريد أن نؤكد على موضوع القوة أن خير من استأجرت القوي وهنا معنى القوة البدنية وننطلق منه إلى موضوع محاضرتنا التي سيكون عنوانها الإسلام والرياضة باعتبار أن الإنسان المعاصر الآن بدأت اهتماماته بصحته تتزايد يرعى طعامه أكثر الناس صار عندهم شيء اهتمام غير مسبوق بالسعرات الحرارية ونوعية الطعام واخذ يهتم بصحته ويراجع، هذا في الايام الطبيعيه قبل ان تاتي هذه الجائحه، وحتى في اثنائها الانسان يبقى مهتما بصحته وبجسمه وبوزن جسمه، واصبحت الان يعني من الصناعات المهمه والتجاره الرابحه في العالم الالات الرياضيه. هناك مواقع خاصة على النت في ترويج الآلات الرياضية التي يستخدمه الإنسان في بيته أضيف إلى مصروفات كثير من العوائل ما يمكن أن يكون اشتراكا في بعض النوادي الرياضية روح يعني يشكل مع مجموعة أو لوحده ويسجل في مكان رياضي يسمونه جيم أو إلى آخره صار اكو هناك اهتمامات اخرى انعكس ذلك حتى على بعض التصاميم يعني مثل بعض البلديات في المدن والدول التي تحترم مواطنيها تحترم انسانها يخلون بعض الارصفه بعض الاماكن التي تطل على بحر او على نهر كورنيش يخلون مجال المشي ويعلمون علامات كل مئة متر يخلون علامة أن أنا ما أريد أتمشى أو أركض أو أهرول حسب الوقت الذي أستطيع فيها أن أتي إلى هذه المنطقة أعرف اليوم أنا مشيت كيلو متر كيلو أو خدمات كثيرة يعني ممكن أن تقدمها البلديات التي تهتم بمواطنيها خلاصة القول أن هناك اهتماما بالصحة اهتماما بالرياضة، اهتماما بنوعية الطعام، بحركة الجسم. السؤال الذي يطرح أين الإسلام من كل هذا؟ هل أن الإسلام يهتم بالرياضة؟ هل أن الدين يهتم بجسد الإنسان؟ أما أن الدين ما له علاقة في هذه المجالات. الدين يهتم بتهذيب الأخلاق، بالقضايا الروحية، بالعبادات. لا يهتم الدين كما يتصور البعض. في مثل هكذا امور بعيد عن الحياه. وهذا طبعا ظلم للدين او عدم فهم لهذه الشرائع المقدسه. لان الله تبارك وتعالى اهتم بهذا الانسان. وهذا النبي صلى الله عليه واله جاء لخير هذا الانسان، خيره في الدنيا وجاء لخيره في الاخره. ولهذا حينما نأتي مثلا إلى هذه الآية التي استفتحنا بها حديثنا إن خير من استأجرت القوي الأمين يعني فيها إشادة القوة فيها تسليط الضوء على أهمية القوة وهناك آيات أخرى تأتي في هذا السياق مثلا حينما يتحدث القرآن الكريم عن بناء الكعبة المقدسة واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، كان عندهم جهد عمل اذا يبدو ان ابراهيم عليه السلام كان قويا وابن ايضا الشاب اسماعيل كان قويا يعاون اباه في بناء الكعبه، البناء عمل يحتاج الى جهد الى بذل طاقه اذا نكتشف من خلال هذه الآية أن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام كان يتمتعان بصحة جو جيدة وعضلات قوية أو كقوله تعالى في قصة القرنين حينما وصل إلى أولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثا قال أعينوني بقوة طلب من أهل تلك البلاد اعينوني بقوه وهم ما عندهم فد شيء يعني مستواهم الفكري او الثقافي ما شيء بسطاء بس اراد منهم ان يحركوا عضلاتهم توني زبر الحديد التوبلاتهم كلها موجود بها مواد حديد ساعدوني حركو. حركوا حركوا نفسكم اتون يعني اعينوني بقوه حركوا نشاط عضلاتكم او الله عز وجل حينما اختار طالوته ملكه اعترض بنو أسي على ذلك الله عز وجل مدحه بقوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم إذن هناك قوة لهذا القائد الذي اختاره الله ملكا كما عند بسطة في العلم بسطة في الجسم قوة وتمكن وسيطرة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته التي تمجد وتؤيد أن يكون الإنسان المؤمن قويا في بدنه، قويا في دينه. الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه واله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. صحيح يعني القوة ليست فقط في البدن، الأساس هو قوة الإيمان والصلابة، لكن هذا لا يمنع أن يكون المؤمن إضافة إلى قوة قلبه وقوة دينه وعقله أيضاً عند قوة البدن. ممارسات النبي صلى الله عليه واله كان يحث على الرياضه كان صلى الله عليه واله لما وصل المدينه فيها مصارع قوي اسمه ركانه بن زيد صارعه النبي صلى الله عليه واله وصرعه فالنبي صاحب قوه وصاحب جسد قوي صلى الله عليه واله ايضا كان النبي صلى الله عليه واله يحث الصحابه على العدو على الجري يسوي مسابقات في الركض ومما وصف به مولانا امير رومي عليه السلام انه كان عداء كان يسبق الصحابه ويعتنقه رسول الله صلى الله عليه واله وكان الراكضون يصلون الى ثنيات الوداع قرب مسجد قبا حاليا اللي كان هناك ثنيات مرتفعات اهل المدينه اذا ارادوا ان يودعوا احدا أو أرادوا أن يستقبلوا مسافرا ينتظرونه في هذا المكان ومنها هجرة النبي صلى الله عليه واله لما وصل ودخل المدينة وكان قد بقي أياما ينتظر قدوم علي وفاطمة سلام الله عليهما فدخلوا سوية وأهل المدينة كانوا ينتظرونه كعادتهم ينتظرونهم عند ثنيات الوداع وصارت هالأبيات المشهورة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، فكانت الرياضه ايام النبي صلى الله عليه واله الركض من مسجد النبي الى ثنيات الوداع، ويعود الصحابه المشتركون في الجري. وايضا كان النبي صلى الله عليه واله يحث على تعلم السباحه وركوب الخيل والرمايه. علموا ابناءكم السباحه والرماية وليثبوا على ظهر الخيول وثبا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله يمتدح بعضهم من الذين يفوزون بهذه المسابقات إذن النبي كان يهتم بألوان الرياضة التي كانت موجودة في ذلك الوقت من ناحية أخرى لما نأتي إلى العبادة في الإسلام نجد أن العبادة البدنية العبادة التي فيها حركات رياضيه قد اخذت حيزا واضحا ومهما من العبادات في الاسلام. عموما يمكن ان نقسم العبادات في الاسلام الى اقسام. عبادات ماليه، عبادات ماليه بدنيه، والقسم الثالث عبادات بدنيه. العبادات الماليه كالخمس والزكاه بذل الاموال، محاسبه النفس على الاموال. بعد القسم الثاني عبادات مالية بدنية كالحج والعمرة الحج والعمرة فيها بذل للأموال وفيها أيضا عملية بدنية تعب يعني الإنسان إذا إن شاء الله يوفق الجميع لحج بيت الله الحرام وزيارة النبي صلى الله عليه وآله ويرفع الله هذه الجائحة عنا وعن جميع المسلمين وعن البشرية جميعا بحق هذا الشهر الفضيل المبارك ويشافي جميع المرضى والمصابين برحمته وهو ارحم الراحمين أه الحج فيها بذل فيه بذل طاقات ما بين طوائف وما بين سعي وما بين أه الخروج الى منى أه النفر من منى والخروج الى عرفه والمبيت في المزدلفه كل هاي نشاطات حركه ولهذا يقول بعض الاطباء كنا معهم في احدى الحملات حملات الحج قال الذي يستطيع ان يؤدي كل مناسك الحج بدون الاعتماد على احد الى نهايه الموسم نعطيه شهاده بانه من ناحيه صحيه هذا اعتبار كانما سوى عمليه يعني بذل جهد اكسرسايز يعني بها شلون واحد يصل على شريط او كذا ويركض و ياخذوا له تخطيط للقلب يقول الحج ما فيه من بذل طاقه رياضه مهمه جدا. القسم الثالث من العبادات هي العبادات البدنيه كالصوم والصلاه. النبي صلى الله عليه واله في الصوم مو فقط تزكيه النفس والاحساس بالام الفقراء وانما قال صلى الله عليه واله صوموا تصحوا. هناك جانب صحي في الصوم والان اثبتت الدراسات هناك بعض كليات الطب والجامعات المختصة تعتمد على الصيام كأسلوب مهم من أساليب العلاج الصوم الآن له فوائد جمة منها العلاج حينما يمتنع الإنسان فرضا عن تناول الماء والطعام تموت بعض الفيروسات المضرة عملية تجديد الشحوم الرباعية صعبة التفكير تتفكك هناك كثير من الفوائد يمكن واحد يسال عنها المختصين والاطباء ما فيها من فوائد واما الصلاه فهي حركه رياضيه رائعه ما بين الوقوف والركوع والسجود ورفع اليدين للقنوت وتحريك كل جسم يتحرك تقريبا في الصلاه يعني احنا عندنا الصلاه الواجبه 17 ركعه المستحبه 34 ركعة النوافل وصلاة الليل 51 ركعة نحتاج نسأل مختص بعلم التغذية أنه الإنسان المسلم العادي إذا كان أكله أكلا طبيعيا لا يكون مسرفا في الطعام ويقوم بهذه الصلاة بهذه الرياضة العبادية هل أن ذلك يغنيه عن بقية الرياضة الرياضات وأنواعها أم يحتاج إلى رياضة أخرى هذا شيء رائع جدا أن بطبيعتي الصلاة هي عمل عبادي وهذا ملحوظ يعني في العبادات ملحوظة هاي القضية الإمام زي العابدين عليه السلام يقول حجوا واعتمروا تتسع أرزاقكم وتصح أبدانكم يعني فيها فوائد للبدن فيها فوائد للجسد الإسلام دين الحياة ويهتم الإنسان يهتم بالإنسان سواء كان بدنا أو كان روحا وتربية وأخلاقا إذا الإسلام اهتم بالرياضة آيات قرآنية مجدت الإنسان المؤمن ذي القوة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ممارسات النبي صلى الله عليه وآله تجيعه لأنواع الرياضة كل ذلك يؤكد على أن الإسلام اهتم بهذا الموضوع ورعاه اي ما رعايه وكذلك على المؤمنين الان يعني انا اذكر مثلا حتى في يعني حينما بدا العمل وشباب مؤمنين من ضمن مجالات تفوق بها المؤمنون الشباب الفرق الرياضيه وكانوا يعني يهتمون بالتدريب ويهتمون بلبس الملابس الخاصه بهم ويكونون خلوقين في التعامل أثناء العمل الرياضي بحيث يتحول هذا ال... تتحول هذه الممارسة الرياضية لهذه الفرقة الشبابية المؤمنة إلى أساليب راقية لكسب الشباب للدين وأخذهم النظرة الإيجابية عن الالتزام وعن المؤمنين وعن الشباب الملتزم وإلى آخره طبعا مع الأسف الآن بعض بعض الرياضات في العالم رياضات مؤلمة يعني أنت لما أمثل شوف مثل رياضة مصارعة الثيران بأي ذنب يؤذى هذا الحيوان والغريب أن ذلك في مجتمعات وفي حضارات وفي دول ترفع شعارات حقوق الحيوان وتدافع عنها ويعني تنتقد المسلمين أنهم كيف يذبحون الخراف فرضا للأكل مع العلم أن الطريقة الإسلامية في ذباحة الحيوانات التي يباح ذبحها أفضل طريقة تقل عن عشرين ثانية عن أسرع الطرق في الذبح وبطريقة جميلة وغير مؤذية للحيوان يشرب الماء تقطع الأوداج الأربع بسكينة حادة هناك تفصيلات بحيث افضل ما يمكن ان يعالج به الحيوان الذي اباحه الله اباحه اباح الله لنا اكله افضل طريقه هي الطريقه الاسلاميه اضافه للقضايا الصحيه لان ثبت علميا ان قطع الاوداج الاربعه اللي هي الشريان والوريد ومجرى التنفس والمريء ويبقى العصب حيا وبذلك تتحرك الذبيحه لتنفض اكبر كميه من الدم الموجود داخل جسد هذه الذبيحه مما يجعل هذا اللحم لحما صحيا. يعني الذباحه الشرعيه التي تراعى فيها الاحكام الشرعيه من ناحيه صحيه افضل انواع اللحوم ما تبقى فيها آه يعني عوامل اليوريا وغيرها من مخلفات الدم وما يتركه آه الدم في مجاري هذه الحيوانات من اورده وشرايين على ما عليه الان الذبح في هذه المسالخ العالميه يضرب الحيوان باطلاقه او يصعق صعقه كهربائيه يبقى كل الدم متجمدا داخل الذبيحه حتى لو كان مباحه يعني حتى اذا كان هذه الطريقه يذبحون بها بعض الحيوانات بس احنا نشترط في الاسلام ان يكون الذبح بهذه الطريقه التي لها فوائد صحيه وفوائد تنعكس على بدن الانسان وما يتناوله من هذه الاطعمه. او مثلا تجد بعض انواع الرياضات في العالم التي فيها القسوه فيها تشويه الوجه يمكن تصل الى القتل الملاكمه الحره او المصارعه الحره ما احوجنا الى ان نعود الى تراثنا الرياضي. يعني احنا كنا مثلا في العراق ربما دول اسلاميه اخرى ما كان يعرف بالزورخانة وأعتقد هي كلمة فارسية يعني مكان القوة تستخدم فيها أدوات رياضية ومدائح أثناء استخدام الرياض استعمال الرياضة مدائح للنبي صلى الله عليه وآله ومدائح لأهل البيت سيما لأمير المؤمنين عليه السلام لأن علي هو رمز الفتوة رمز القوة رمز الشباب لا فتاة إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار يا قالع الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربعون قوة علي سلام الله عليه وتكامل شخصيته أخلاقيا روحيا إيمانيا قرآنيا مع القوة البدنية جعلت من أمير المؤمنين سلام الله عليه رمزا للشباب ورمزا للقوة ورمزا للنشاط من المهم اذا ان نعلم بان هذه الشريعه شريعه الخير وان هذا الدين هو دين الحياه ولهذا من الطبيعي ان يهتم الانسان ببدن الانسان يهتم بطعامه تلاحظ الان عدنا في احكام الفقه باب باب الاطعمه والاشربه اكو اشياء محرمة اكو اشياء مكروهة اكو اشياء مستحبة عالم من الثقافة الصحية ولهذا جد جميل ان البعض يهتم بهذه الجوانب يعني راجع مثلا مدوناتنا الفقهية او فرضا كتب الاحاديث او الرسائل العملية لمراجعنا العظام رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ويطلع من هذه الاحكام ما يمكن ان ينشر الثقافه الصحيه في الاسلام. كيف ان الاسلام اهتم بالصحه، اهتم بالنشاط، اهتم بالبدن، اهتم بنوعيه الاطعمه والاشربه لان الاسلام دين متكامل، جاء لاسعاد هذه البشريه، جاء لكي يجعل من هذا الانسان الذي يعيش هذه الشريعه ويؤمن بهذا الدين يعيش سعادة في الدنيا قبل سعادة الآخرة إذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان من المشجعين للرياضة أئمتنا سلام الله عليهم حتى في الرواية كانوا يتميزون في الرواية أن الإمام الباقر عليه السلام لما وفد على عبد الملك أم مروان في قضية النقد المشهورة أراد أن يتحدى الإمام عليه السلام فوضع له هدفا وأعطاه قوسا ونبلا ضرب الإمام الباقر كما تقول الرواية السهم الأول النبلة الأولى فأصابت الهدف في مكانه في مركزه فتعجب الحاضرون ثم أعطاه نبلة أخرى فأصابت النبلة الأولى والثالثة أصابت النبلة الثانية في نفس الموضع في نفس المركزيه والتهديف هذا يعني حينما تقرا هكذا عن ائمتنا عليهم السلام هذا شيء رائع ويعطيك جوانب اخرى من مجالات الاقتداء بهم سلام الله عليهم تقتدي بهم في العمل الاخلاقي والتربوي الإيماني وكذلك تقتدي بهم في قوه البدن في الاهتمام بالرياضه في اعطاء هذا الجسم ما يستحقه والنبي صلى الله عليه وآله يقول إن لجسمك عليك حقا يعني كما أن للروح حق وكما أن للنفس حق وللقلب حق وللإيمان حق أيضا للجسد حق الله يحاسب الإنسان على هذه القدرات وعلى هذه الإمكانات التي منحها ولهذا احنا عندنا الشريعة يحرم على الإنسان أن يؤذي بدنه أن يؤذي جسمه بدون مبرر صحيح ان هذا البدن ملكي لكنه امانة الله عندي ليس انا مثلاً, مثلا اقطع اصبع من اصابعي بدون سبب مثلا ادمي جسمي احدث جرحا في بدني هذا ما يجوز شرعا لاني بذلك اخالف الامانة التي وضعها الله تبارك وتعالى عندي اذا القوة والمنعة امر مطلوب عند كل انسان مؤمن وكما ذكرنا أن مما تميز به رسول الله القوة والمتانة وكان ينزل الحرب في بعض الحالات وكان قوي البنية يصارع ويصرع الآخرين وكذاك كان ابن عمه ووصيه عليه وسلام الله عليه رمز من رموز البطولة والقوة والفتوة وورث أولاده أبناؤه ورثوا هذه العزة في المواقف وهذا الشموخ في الايمان وهذه القوه والبساله في مواجهه العدو والاسيه مولانا ابو الفضل عباس سلام الله عليه ما اروع الشاعر حينما يريد ان يصفه مواقف ابو الفضل يوم عاشوراء بطل تورث من ابيه شجاعه فيها انوف بني الضلاله ترغم يعني استخلص هذا الشاعر رحمة الله عليه السيد جعفر الحلي إبداعا في أن يكتسب العباس عليه السلام تلك الأوصاف الراقية من أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه هو بطل تورث من أبيه شجاعة هذه ها شجاعة هادفة شجاعة رسالية ليست شجاعة تؤذي المظلومين ليست شجاعة على المستضعفين بل شجاعة ضد الظالمين، ضد المنحرفين، تريد أن ترجع الحق إلى نصابه. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، وهكذا كان يصف العباس عليه السلام في جولاته وصولاته وكل الشعراء الذين وصفوا العباس وصفوه بهذه الأوصاف الرائعة، قال بل يمين على الشمال وغاص في الاوساط يحصد في الرؤوس ويحطم وله الى الاقدام نزعه هارب فكانما هو بالتقدم يسلم وهكذا الى ان قال او تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات مفعم واستاذن الحسين في ان ياتي لاطفال آل رسول الله بشيء من الماء وعيناء الحسين تراقب أخاه أبا الفضل الذي عاد بقربة ملأها ماء ولم يشرب من ذلك الماء قطرة واحدة وكان يخاطب نفسه الزكية يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كت أن تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين هيهات ما ذاك فعال ديني ولا فعال صاحب اليقين وكان كل همه أن يوصل إلى هذا الماء إلى أطفاء الحسين ولكن القوم الظالمين حالوا بينه وبين الوصول إلى المخيم جاءته السهام كانها المطر بعد ان قطعوا يمينه وشماله سهم اصاب عينه وسهم اصاب صدره وسهم اصاب القربه فاريق ماؤها وبقي العباس متحيرا بينما هو كذلك لا يدان يقاتل بهما لا ما يعود به الى المخيم وجاءه رجل من القوم بيده عمد من حديد ضرب العباس على راسه عمد الحديد بكربلاء خسف القمر من هاشمين فلتبكه علي مضار وما دريت عن مهره العباس خار فأتى إلى آي السبق يا أنعه آل كسر تلا نظايا ريا أخي ومعيني يا خويا نجت لي كل يا خويا الساعة وقع بيتي علي يا خويا الساعة دوي شمت بيا وشوف انك يا ابو فاضل مطبر وعاد الحسين وحده الى المخيم تلقته اخته نعم زينب تسأل عن أخيها بالفضل تلقته ابنته سكينة تسأل عن عمها يقول لا يزكنا راح عباس راح الضغم اللي يرفع الراس ظل يبكي عليها الدرع والطاس عباس ويا يا حامل ضعي والحرم بحماك قايد نعمت سكينة في الخيام صرخت ونايا دت يوم إذ إيه 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 سقط العلائم اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهدت أخرى فعز منامها نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بحب الخلق إليك فرج عنا ارحمنا عافنا واعف عنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اجعل عواقب أمورنا إلى خير تقبل أعمالنا بأفضل القبول أيد وسدد علماء العامين مرجعيتنا الدينية المباركة المؤسسون الساعون لإقامة هذه المجالس تقبل اللهم عملهم بأفضل القبول إلى أرواح أمواتهم أمواتكم أرواح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من أهداهم جميعا